بقي هذا الأنبوب الذي يرمي النفايات الكيميائية الخطيرة لمعمل سلعاته في البحر أقوى من الدولة اللبنانية على مدى سنوات طويلة. فلون المياه هذا في منطقة سلعاته قرب المعمل يؤشر إلى وجود كميات كبيرة من المواد الملوثة التي ترمى في البحر. معمل سلعاته الكيميائي لا يكتفي إذن بإطلاق ملوثاته في الهواء، بل يسهم بتلويث المياه في شكل كبير. هذا الواقع الذي يشكو منه أبناء البترون والمنطقة دفع محافظ الشمال رمزي نهرة إلى مداهمة المعمل وإعطاء مهلة شهر لأصحابه لوقف رمي النفايات الكيميائية في البحر. في شي سمك هون بيطلع عندك؟ كيف سمك؟ كيف سمك؟ أنا ما جيت من عدن، أنا جيت من الأقصر قبل جهة أجنبية. هاد العشرين طلعت 3000. على الرغم من كل الدراسات والتحاليل التي أجريت لمياه البحر في سلعاته والتي تشير إلى وجود تلوث خطير، يؤكد محامي المعمل أنهم ينسقون مع وزارة البيئة. نحن شركة كيماويات لبنان، نحن مع تطبيق القوانين والمعايير البيئية، ونحن عم نعمل كل اللازم تنفذ هالمعايير. بالعودة إلى الوراء سنوات عدة، لا ينسى اللبنانيون هذا الفيلم الذي صورته جرين بيس في قعر البحر قرب المعمل. فيلم يظهر أن ما يرمى في البحر هناك حوله إلى صحراء. كمان هذا إذا الإنسان بيسبح هونيك بيطلع جلده مبقبق تبقبق لأنه بيعمل حروقة. حتى في دراسة صارت من سنتين بتعينات جرين بيس وفحصتهم بإنجلترا وطلع فيها مواد خطرة كتير. يعني لو في مسؤولين بمراكز المسؤولية، لو في مسؤولين بالدولة اللبنانية، كان من زمان لازم يتاخد هالقرار. الخيار الرئيسي المتاح أمام أصحاب المعمل إنشاء محطة لتكرير المياه قبل رميها في البحر، وإلا فإن خطوة جذرية ستتخذ في حقه.